بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. عن أبي الصلت الهروي قال: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام في آخر جمعة من شعبان، فقال لي: يا أبا الصلت، إن شعبان قد مضى أكثره، وهذا آخر جمعة فيه، فتدارك فيما بقي منه تقصيرك فيما مضى منه، وعليك بالإقبال على ما يعنيك، وأكثر من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن، وتب إلى الله من ذنوبك ليقبل شهر الله إليك وأنت مخلص لله عز وجل. مفردات يتحدث عنها المولى أبي الحسن الرضا عليه السلام في غاية الأهمية، يتحدث عن مكانة للاستغفار، والاستغفار نوع من إظهار الندم لله عز وجل وطلب المغفرة، ولذلك تجدون الاستغفار كثيرا ما يقرن بالتوبة: أستغفر الله وأتوب إليه. طلب المغفرة من المولى عز وجل وتلاوة القرآن وتب إلى الله من ذنوبك، التوبة لله عز وجل، الرجوع نوع من الرجوع لله سبحانه وتعالى. كل ذلك لماذا يا سيدي؟ قال: ليقبل شهر الله إليك وأنت مخلص لله عز وجل، أي أن تجعل من شهر شعبان مهيئا ودور المقدمة لشهر الله شهر رمضان، أن يكون الشهر هذا أيها الأحباء شهر نتهيأ من خلاله إلى قدوم شهر رمضان. ولذلك يستمر الإمام فيقول: ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها. قريب منا أن نحرص على الصلاة ونحن نضيع أمانات وحقوق الآخرين، أن نحرص على الصوم ونحن في أذى مستمر لربما إلى أقرب المقربين إلينا، أسرتنا مثلا، آباؤنا، أمهاتنا، أزواجنا، أولادنا. لا تعتقد بأنك تستطيع من خلال الصلاة لوحدها أن تقبل على الله عز وجل وأنت مثقل بمظالم العباد، مظالم وأذى يجذبك للأرض، ثقل كبير في عاتقك وعلى عنقك، هذه مظالم العباد. الصلاة إنما تكون معراج المؤمن إذا توافرت فيها كل الأسباب. ومن أهم الأسباب أيها الأحبة أن لا نثقل بمظالم العباد، أذى للزوجة
أو أذى للجار أو حالة من النفاق يعيشها الإنسان، تجده في الصلاة مؤمنا وفي المعاملة فاسق، تجده في المسجد إنسانا وخارج المسجد إنسان آخر. ولذلك ولا في قلبك حقدا على مؤمن إلا نزعته. تريد أن تتحصل على فيوضات شهر رمضان، تخلص من كل ذلك، تخلص من حالة الحقد النفسي التي تحجبك عن التوجه لله سبحانه وتعالى. ولا ذنبا أنت ترتكبه مداوم عليه في خلواتك، مداوم عليه سرا لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولا ذنبا أنت ترتكبه إلا أقلعت عنه. ليكن شهر رمضان شهر التوبة لله، ونافذة التوبة هي شهر شعبان. واتق الله وتوكل عليه في سر أمرك وعلانيتك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وأكثر من أن تقول فيما بقي في هذا من هذا الشهر: اللهم إن لم تكن غفرت لنا يا الله فيما مضى من شعبان، فاغفر لنا فيما بقي منه. الإنسان المؤمن هو الذي ينتهز الفرص الإلهية التي يتنزلها المولى، بركات في شهر شعبان وفي شهر رمضان. فإن الله تبارك وتعالى يعتق في هذا الشهر رقابا من النار لحرمة شهر رمضان، يعني ببركة حلول شهر رمضان. ولذا ليكن شهر شعبان الشهر الذي يتهيأ فيه الإنسان المؤمن لدخول شهر رمضان. وكيف لي أن أتهيأ؟ شلون أتهيأ؟ تتهيأ من خلال وسائل متعددة، أبرزها الدعاء، وليس أي دعاء، وإنما الدعاء الذي يتصف بنوع من المناجات، بنوع من التلطف في اللفظ والقرب من الله عز وجل، كمثل المناجات التي أثرت عن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، والتي عرفت بالمناجات الشعبانية. تواظب على قراءتها أو لا أقل، تواظب على استماعها أو لا أقل، اقرأها في بعض أيام شهر شعبان، فإن لها سحرا روحيا معنويا في جعلك في أجواء شهر رمضان، في نقلك إلى أجواء العبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى. ونحن في هذه الليلة نجتمع أيها الأحبة لنقرأ تلك المناجات، محاولين في ذلك أن نتقرب من الله عز وجل، وأن نسمو في أرواحنا، وأن نعلو في أنفسنا نحو الله سبحانه وتعالى. نستقبل القارئ العزيز والأخ الكريم كميل، ونسأل الله عز وجل أن يوفقه لقراءة هذه المناجات، ونتوجه معه جميعا في قراءتها. فلنستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد.